عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني بالبيت بيحتاجوا إلى نوع معين من الفاكهة، بيخبروك على الهاتف بتجيبه معك، بس الهاتف الفاكهة شيء عادي جدا. في عندهم نقص ببعض المواد الغذائية، في عندهم إصلاح آلة، في مليون خبر عادي، أما في خبر احترق البيت كله، هي نبأ عظيم هذا، البيت كله احترق ما بقي منه شيء إطلاقا. هيك في حالات هيك جديدة ما بقي منه شيء إطلاقا، أو أنه سرح من عمله، لا في سيارة ولا في منصب ولا طاولة ولا مكان، في نبأ عظيم. أنا اجتهادي المتواضع أكبر نبأ عظيم هو الموت. بيقدر واحد من الحاضرين أنا معكم يقول ما بموت؟ صور بيت في زوجة صالحة بتحبها، في بنات صبايا مؤدبات جدا، في شباب عندهم ولاء لأبوهم كبير، في غرفة ضيوف فخمة، غرفة طعام، غرفة جلوس، إطلالة على مكان جميل، حديقة، سيارتين ثلاثة، من هالوضع هاد إلى قبر. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. في بعض صفراتي إنسان كريم كريم له مكانة كبيرة عندي، دعانا إلى طعام في بيته، البيت رابع طابق، فوجئنا أنه المصعد معطل. ما مشكلة، طعنا أربع طوابق على الدرج، فلما انتهى الطعام بعد ثلاث ساعات انتهينا ودعناه وغادرنا المنزل، المصعد صلح يعني أصبح جاهز، ركبنا فيه، بالطابق الثالث وقف معي أخين ثلاثة من أقرب الإخوة إلي بالمصعد، وبرا في شي عشرة من أعلى الإخوة إلي، والوقت نهار، فأنا قاعد بغرفة الأرض سيراميك والجدران ستانلس من أعلى نوع، والمروحة تعمل، وثلاثة محبين وبرا عشرة محبين، والأمل بالخروج أكيد يعني بقينا ساعة بكاملة. قفز ذهني إلى القبر، ما معك حدا لحالك، سيراميك ما في، ستانلس ما في، مروحة ما في، طلعة ما في، صح الكلام؟ أقسم لكم بالله ما بشوف إنسان أذكى ولا أعقل ولا أنجح ولا أقدر على مصلحته مما يدخل الساعة هي بحسابه اليومي